الانترفيو ديال بلعاني هذا الصباح والانترفيو ديال بلعاني اليوم معنا الضيفة ديالنا اللي هي الفنانة اللي كتعرفوا كامل عزيزة عليكم سعيدة شرف. سعيدة شرف مرحبا بك. اهلا وسهلا وسعيدة مرة اخرى اني نكون معاك. سعيدة اول سؤال واش انا بغيت نفهم واش الناس كيكبروا وانت غادو كتصغري تبارك الله كيفاش؟ نور هي هذه سعيده. بغيتي تقولي زعما انك ما دايره حتى شي عمليه ديال التجميل زعما انت بحال هكا زعما ما كيبانش عليك الكبر. علاش غنتكبر كنا ولاد 9 شهور؟ لا 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 لا, لا قصد زعما انك الكبر زعما ما كتبانش عليك كبيره في السن تبارك الله زعما شحال العمر ديالك دابا شحال؟ دائما كنجاوب ولكن بطريقه غير مباشره. ايوا واش مستعده دابا تجاوبينا بشي طريقه مباشره؟ بطبيعه الحال مستعده مرحبا. اذا شحال في السن ديالك يا سعيده شحال؟ شوف نقول لك واحد الحاجه اللي كيبغيك راه كيبغيك كيما انت. كنظن انت ما مستعداش وباقي كتهربي من هذا السؤال هذا. ياك اجي لي بالي. ثلاثة مارس تعود وتبقى دائما. سعيدة صافي 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 احنا غنبدلو لك السؤال يا سعيدة انت اللي ما مستعداش كاع باش تجاوبينا كاع. طالما واحد كينتقدك او ما كيبغيكش فراه غادي يخرج فيك العيب. دابا واش وصلنا اش وصلنا للعيب حشومه حنا غير ضاحكين معك صافي. فين 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 خبرتي واحد المده ما بقيتيش كاع كتباني؟ كنت بيريوديستا للتي بي انترناسيونال لا بريميرا كانال. بلاتي اين لغه كتهضري معنا بها؟ اللغه العربيه الفصحى. بلاتي كتفلي علينا سعيده ماشي مشكل بلي عندك شويه مع الكوميديا ما كتفكريش من بعد ملي تسالي لاكارير ديالك انك تولي ديري الكوميديا من باش في هذه القضيه هذه؟ حاجه سعيده شهرت لا ما فهمت كاش قلتي يا سعيده. حاجه سعيده شهرت حاجه سعيده شرف. سعيده ما سخيناش بك الصراحه وشنو اخر كلمه بغيتي تقولي للجمهور؟ متى زماني السجن اذا زماني غذان متى زماني السجن اذا زماني غذان غاز زروخ مطي ولقت قند ذم. ايوا فحراتنا الصباح هذا. شكرا لفوس انترفيو كانت معنا سعيده شرف.